استاذ عمار قاعد اشوف المساله قاعد تصير ازيد من اللازم. يعني احنا نشكر القوات الامنيه على جهودها الطيبه اللي قاعد تلقي القبض على المدمنين وعلى التجار. بس احنا نطلب من عندهم ونشد على ايديهم ان يكون الردع اقوى بعد. الردع اقوى يكون، اقوى. نعم. بالنسبه للمتعاطي لو بالنسبه للتاجر؟ والله حتى المتعاطي، يعني انت المتعاطي مثلا ما اعرف شنو ظروفك. اي انا احاول انه افهم ظروفه شنو اولا. انت تعتقد محمد انه انا من اتعامل نعم. بقسوه مع المتعاطي تحديدا، المتعاطي مو التاجر. نعم. هذا ما راح يشكل خطر؟ يعني مثلا اكو شخص متعاطي اخر من يعرف، استاذ عمار اسمعني بس اسمعني، من يعرف. نعم. انه هذا الشخص المتعاطي صار ويا اللي انت اذا تقوله راح يروح يسلم نفسه، يصير عنده واهس انه يرجع، او مثلا يكون يقول لك مؤمن انا انه اسلم نفسي حتى اتعالج، من احنا راح نعاقبه ما راح تكون النتيجه ايجابيه. استاذ عمار اكو واي عالم هسه يعني لزموها صاروا زينين ورجع نفس اللي ما نفس المساله. نفس المسألة، لأن هذا ما تعالج بشكل صحيح. عموما أنت تقول يعني محمد أنه المفروض تكون مراقبة أستاذ على المدارس. أيضا على الكليات، على الرقابة على المدارس والجامعات. صح. إيه. يعني أنا قاعد أشوف هسه عمره 14-13 سنة، يعني الطرفين البنات والولد قاعد يتعاطون هاي المخدرات. قاعد أشوف الحوادث اللي قاعد تصير بالعوائل، اللي يشرب مخدرات ويطب يقتل عائلته، اللي يقتل زوجته، اللي يقتل جاله. الحالات اللي قاعد تصير بالمجتمع من حالات عنف وقتل، ممكن اذا تبحث بيها وبدها لزها راح تلقى اكو شخص هو يكون متعاطي.